من بركات الصدقة أنها سبب لحسن الخاتمة. جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. من السنة إذا رأيت صاحبك مهموما أن تحدثه بما يزيل همه ويضحك سنه ويدخل السرور على قلبه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا أقولن قولا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. من الطبيعي جدا أن الإنسان يتأثر بكلام الناس وبطعنهم وبغيبتهم، لكن انظر إلى الجانب الإيجابي فيها. أحد السلف قال له رجل: إن فلانا نغتابه. قال: مرحبا بحسنة لم أعملها ولم أتعب فيها. مهما حاولت أن تبين موقفك، هناك من يريد أن يفهمك بشكل خاطئ. على كل حال، مع هذه النوعيات لا تتعب نفسك. الحسن البصري جاءه رجل فقال: إن فلانا اغتابك. فقام الحسن بعث إلى ذلك المغتاب طبقا من تمر ورطب، قال: بلغني أنك أهديت إلينا حسنات فأردنا أن نكافئك. على قولتهم في الجبهة. الحياة أقصر من أن نقصرها بالشحناء. جاء في الحديث عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. يقول الله عن الشيطان: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الشيطان هنا توعد أن يأتينا من كل جهة إلا من فوقنا، ليعلم أنه لا أحد يحول بيننا وبين رحمة الله.